Yeah, I'm sure. منارك النجاح الموافقية. الله يسلمك ويشكرك. أنتوا أعزاء علينا وأنا بالذات يعني مكانتكم في قلبي وفي ضميري يعني. أنا البارحة أيضا كانوا عندي من أهم الأجيدين هم جون سنجار يعني وقعدنا ونتكلمنا. أنا تحدثت يعني الموصل كلها دفعت ثمن غالي ودفعت دماء، لكن اللي يميز أن اليزيديين يعني أنه المسألة كانت أكثر إيلام وكانت كارثة لأنه تعلقت ببناتنا يعني. وإن شاء الله يعني ما ندخر جهد في سبيل أنه نخلي بلسم على هذا الجرح. يعني اللي يهمني أن أشوف أهل اليزيدين كلهم صايرين وحدة واحدة كتلة واحدة، وأشوف أنه أنا الأول لازم نخلي خطوة يعني ما نظل سلبيين فقط، لازم تكون هناك خطوة نحو الأمام. وإن شاء الله الله يمكننا مع كل الخيرين أنه نجمع أهلنا ونجمع كلمتهم مرة أخرى باللي يفيدهم واللي يؤدي إلى إعادة إعمار أماكنهم يعني. وأنا يسمعني الأخ المعاون والأخ المعاون بالنسبة لخطة 20، إحنا عدنا بهذه الخطة على سنجار والقحطانية والجزيرة والعدنانية، لكن أيضا بالنسبة لخطة 20 لابد أنه تكون للسنجار والمجمعات ثقل بيه. كذلك أنا أفكر يعني يا ريت لابد أن ننشط السياحة والاستثمار في جبل سنجار في سبيل أنه يفتح فرص عمل لأهلنا أكثر يعني. منطقة سياحية جميلة جدا يعني، كل العالم راح تجي إلى هذا المكان. علينا أن نهتم أيضاً بطرق المواصلات اللي تربط هذه المنطقة، تكون طرق مواصلات جيدة ونهتم بأمنها. كان هناك تعهد من الحكومة المركزية قبل، لابد أنه أيضاً نرجع نجدد المطالبة به أنه من أهل المنطقة من أهل اليزيديين خاصة لابد أن تكون هناك قوة تبعث لهم أمان أكثر في نفوسهم يعني. كان قوة من الشرطة وقوة من الجيش من عندهم يعني. أنا اجتمعت للأستاذ فارس الفياض من ذهبنا، ما أعرف إذا أحد كان منكم حاضر للاجتماع في سنجار. كان من المؤمل أنه يصير لواء من الجيش ولواء من الشرطة من أبناء المنطقة يستوعبهم، والشرطة هي تتكفل بالأمن الداخلي، بقية القطاعات تكون خارج سنجار وخارج المدن. لازم نشجع أهلنا أيضا اللي موجودين في كردستان أنه يرجعون. الآن أنا شفت أكو طرق دا تتبلط داخل المجمعات، وجهنا فرق للتفتيش عن مخلفات الحرب، وأيضا طلبت من قائد الفرقة 20 اللي انتقلت حديثا إلى منطقة سنجار أنه أيضا يستخدم المخارج الهندسية مالته في سبيل تفتيش البيوت. وأديب أنا قلت لك تسوي كتاب القائد الشرطة، الشرطة مال المجمعات ترجع بالمجمعات ما تبقى بالبعاد.